حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المراكز المعتمده لتشخيص الاورام في مصر وفق المعايير الدوليه بالاخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهوريه. كما وجه الرئيس السيسي بدعم انشاء مركز التميز الخاص بصحه المراه وتشخيص وعلاج الاورام في مستشفى دار السلام هرمل وكذلك توفير المصادر الماليه لاستكمال منشاته وتجهيزاته بالكامل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه محمد عوض تاج الدين. وأستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني حمدي عبد العظيم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئيسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية حيث اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ان المبادره ساهمت في تطوير منظومه التشخيص والعلاج من الاورام خاصه سرطان الثدي من خلال استخدام الادويه الحديثه التي اثبتت الابحاث العلميه قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاه لا سيما في الحالات المبكره بالاضافه الى تحسين البنيه الاساسيه من اجهزه اشعه تشخيصيه ومعامل تحاليل الى جانب ميكانة مرا اورام التابعه لوزاره الصحه لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر، فضلاً عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، وقد أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث تم الكشف على حوالي 17 مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الاكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام. وذلك في اطار اكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول الناميه على مستوى العالم مما ساهم في خفض نسبه الحالات المرضيه في مصر التي يتم تشخيصها في المراحل المتاخره للمرض من 60% الى 30% ومن ثم تعظيم خدمه الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج اخذا في الاعتبار ان معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحله التي يتم فيها تشخيص المرض وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية كما وجه سيادته بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هرمل وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحيا مصر بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر وليمثل منارة طبية لهذا التخصص المهم على مستوى الدوله